سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد التونسي. تحتفل تونس يوم 9 من شهر أفريل بذكرى الشهداء، وهي ذكرى جسدت نضال شعب نزل في نفس اليوم من سنة 38 900,000 بكل شرائحه إلى الشوارع في مظاهرات لم تشهد لها البلاد مثيلا، مطالبا ببرلمان تونسي ومعبرا عن رفضه للسياسات القمعية والتعسفية للمستعمر الفرنسي. فكانت النتيجة سقوط العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، بالإضافة إلى حملة اعتقالات كبيرة شملت قادة الحزب الحر الدستوري الجديد ومنع صدور جرائده. اليوم وبعد مرور 78 عاما على هذه الأحداث البطولية، أسئلة عديدة تطرح نفسها. أولاها: هل ما زال التونسي يتذكر هذا الموعد؟ وما الذي يعرفه عن ذكرى الشهداء؟ وهل لهذا الحدث قيمة عنده؟ ولماذا لم يصدر وزير التربية مذكرة هذه المرة تدعو الأساتذة لإحياء هذه الذكرى؟ قبل الشروع في تناول هذه الذكرى نتابع التقرير التالي ثم نعود. رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أشرف صباح اليوم على موكب إحياء ذكرى أحداث 9 من أفريل 1938 بروضة الشهداء بالسيجومي، وقد حضر الموكب رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء الحكومة والشخصية الوطنية. وتحول رئيس الجمهورية إلى مدينة بنقردان للإشراف على موكب إحياء الذكرى بروضة الشهداء، أين دفن ضحايا العملية الإرهابية التي نفذها تنظيم الدولة في المدينة. في مثل هذا اليوم قبل 78 عاما قرر الديوان السياسي تنظيم إضراب عام يوم 8 من أفريل من 1938، وانطلقت في نفس اليوم مسيرتان بالعاصمة تجمع المتظاهرون فيهما أمام الإقامة العامة رافعين شعارات تطالب ببرلمان تونسي وحكومة وطنية وبسقوط الامتيازات، وقد بلغ عددهم بين 7 و10 آلاف شخص. خرجت إحداهما من ساحة الحلفاويين بقيادة علي البلهوان، والأخرى من رحبة الغنم يقودها المنجي سليم. وخرجت المرأة التونسية في تلك المناسبة للتظاهر لأول مرة. سقط العشرات برصاص الاحتلال الفرنسي، وأعقبت ذلك حملة قمعية واسعة شملت قيادات الحركة الوطنية آنذاك، وما إن سيطرت السلطات الاستعمارية على الوضع حتى استصدر المقيم العام من الباي أمرا لإعلان حالة الحصار، كما تم اعتقال بورقيبة والمنجي سليم، وأحيل القادة الدستوريين على المحكمة العسكرية بدعوى التآمر على أمن الدولة، وتم حل الحزب الدستوري الجديد في 12 من أفريل 1938. اقترن التحرر من الاستعمار في تونس ببناء الديمقراطية، لذلك كان المتظاهرون يطالبون في نفس الوقت برفع الوصاية الاستعمارية وببرلمان تونسي. من أجل ذلك أكد كثير من السياسيين التونسيين أن الاستقلال الوطني يبقى ناقصا إذا غابت فيه الحرية والديمقراطية. إذن مشاهدي الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي من تونس الباحث في الفكر الإسلامي الأستاذ سامي إبراهيم. سيد سامي، مرحبا بك. ماذا يمكن أن نقول للشهداء الذين سقطوا على درب تحرير البلاد وما أكثرهم في مثل هذه المناسبة؟ يعني في هذه المناسبة ما يمكن أن يقال لهم بعد الثورة أن مطلبهم مناداة الذي تجسد من خلال المنادات ببرلمان تونسي بكل ما يعنيه هذا النداء وهذا المطلب من معنى ومن أبعاد قد تحقق بعد الثورة لأول مرة في تاريخ تونس. يعني صحيح أنه دولة الاستقلال تبنت مطالب يعني 9 أبريل وما بعد 9 أبريل وما قبل 9 أبريل، لكن لا يمكن الحديث عن برلمان تونسي تعددي يملك فيه الشعب زمام أمره زمام المبادرة يعبر عن إرادة الشعب إلا بعد الثورة التونسية. يعني يمكن أن نقول أنه ما تحقق بمناسبة هذه الثورة هو تجسيد لحركة 9 أفريل 38 لإنصاف لأولئك الشهداء الذين سقطوا وارتفعوا، هو تجسيد
لذلك الخروج الرمزي المعبر للمرأة التونسية في تلك المظاهرة. نعم. وهو خروج يعني مبكر وخروج معبر، هو إنصاف لروح المنجي سليم وعلي البلهوان ولما طالب به أمام مقر المقيم العام من مطالب تعبر عن ضمير الشعب التونسي. طيب أستاذ سامي، خليك معي لو سمحت، سأعود لمواصلة الحديث معك وحول التاريخ القديم وكيفية إعادة كتابته كما يطرح البعض الآن، وإعادة الاعتبار حتى لرموز ولشهداء الكثير من التونسيين لم يسمع بأسمائهم ولا يعرفهم. سأعود معك للحديث حول هذا الموضوع، لكن في الأثناء أرحب بالأستاذ الطاهر أهميلة، عضو المجلس الوطني التأسيسي. طبعا الأستاذ الطاهر هو من الساسة المخضرمين، عايش تلك الفترة من حرب التحرير في تونس. مرحبا بك أستاذ الطاهر أهميلة، ماذا بقي في ذكراك عن تلك الفترة يمكن أن تذكره وتذكر به الأجيال الحالية، الأجيال التونسية الشابة اليوم؟ سيد الطاهر، هل تسمعني أستاذ طاهر؟ نعم سيد طاهر، هل تسمعني؟ طيب سؤالي كان حول ماذا يمكن أن تقول للشباب اليوم من ذكرى وبقايا ذكرى 9 أفريل 1938؟ شوف، بالنسبة للشباب، في المدة بتاع رئاسة بن علي والمدة بتاع رئاسة الترويكا وما لحقها بعد الثورة، كان ثمة تهاون كبير بإحياء الذاكرة الوطنية من أحداث وتاريخ ونضال واستقلال غير ذلك. فبن علي كان يريد أن يعتم صورة بلجيكا التي امتزجت بالذاكرة التونسية، والترويكا كانت تعتم على نفس الشيء على ذاكرة تونس في شخص مجيبة، وكانت مهتمة أكثر بالإخوانيات والشرق. لكن في هذه السنة وقع الاعتناء بتذكير الشباب بالحادثة. طيب. حدث 9 أبريل. نعم. هي أول عمل ميداني قام به الحزب الحر الدستوري بعد تشكيله عن 34، أول عمل ميداني يقوم به، وفي المظاهرات في نفس اليوم اتقوا قدام الإقامة العامة على السلطة الفرنسية في تونس، والهتاف هو برلمان تونسي. نعم. وهناك فيه خلق كثير، وكان يوم عصيب وعظيم ويوم جلل. في زمان بورقيبة كنا كل سنة نحتفل به، والشباب التونسي في ذلك الوقت كان يعرف ما معنى هذا العيد. لكن من التغيير في 7 نوفمبر مع ابن علي إلى حد الآن، كان ثم تعتيم مقصود ومبرش لتفريغ الذاكرة بتاع الشباب التونسي من تاريخه ومن أحداثه ومن بطولاته وأمجاده. والنداء يوم المظاهرة ببرلمان تونسي، لأنه في تونس وقع شيء برلمان أو ما يسمى في ذلك الوقت بعد الأمان البرلمان التونسي، لكن عندما دخلت فرنسا واحتلت تونس وأصبحنا تحت الاستعمار الفرنسي، ألغت هذا الدستور وعدنا إلى النظام الاستعماري. فأول عمل قام به الحزب الحر الدستوري الجديد، عمل ميداني، هو هذه المباراة. ومن ذلك الوقت دخل سيد الطاهر في التعبئة القومية في الشعب التونسي إلى أن
انطلقت الثورة الحقيقية. طيب سيد طاهر هميلة، عندما قامت سيد طاهر هميلة هل تسمعني؟ هذه المظاهرة قمت على تونس وقع دجلي في السجن. طيب سيد طاهر هميلة هل تسمعني الآن؟ ألمانيا فرنسا وجاءت ألمانيا وتونس خلصت من السجن. يبدو أن سيد طاهر هميلة لا يسمعني، أعود لأستاذ سامي إبراهيم. أستاذ طاهر هل تسمعني الآن؟ نعم. سؤال الآن حتى نمضي شوي الأمام، كيف يمكن، ما الذي على طبقة سياسية وعلى المثقفين والمجتمع المدني اليوم على الأقل بعد الثورة فعله من أجل إعادة الاعتبار لأولئك الذين سقطوا، لأولئك الشهداء؟ لأنه حتى في زمن بورقيبة كان صحيح واحد يحتفل بعيد الشهداء، لكن كثير من أسماء الشهداء لم تكن تذكر ولا تعرف حتى لدى الجيل الذي عاش وتربى ودرس في عهد بورقيبة. اليوم كيف يمكن إعادة الاعتبار لكل ذلك الجيل، ما علمنا منه وما لم نعلم؟ يعني هذه السنة العيد أو الذكرى أو الاحتفال قام باسم جميع شهداء الوطن في 9 أبريل أو قبل 9 أبريل أو بعد 9 أبريل، حتى الذين سقطوا بعد هذه الثورة أصبحوا ضمن هذه الرمزية، رمزية الشهيد. 9 أبريل هو يوم الشهيد التونسي، شهيد الوطن. نعم. هذا هو الذي تميز بهذه السنة. لكن نلاحظ حاجة، أن المثقفين في تونس كانوا دائما ينظرون إلى بورقيبة باعتباره ديكتاتور، وكانوا يحللون الفتنة اليوسفية مدينة بورقيبة وبنيوسف، كانوا يحللها أكثر مما تحتمل. وكانوا يرون أن كل ما عنده بورقيبة، هذا من المثقفين بتاعنا، كل ما عنده بورقيبة يعتبروه باطل باعتباره ناتج عن رجل ديكتاتور، وهذا عيب كبير. طيب. ارتكبه المثقفون، ودعوناهم أكثر من مرة إلى احترام التاريخ واحترام الوطن واحترام الحركة الوطنية ورجال الوطن، ولكنهم مرتين متشددين. طيب. واضح جدا، واضح. نعم، شكرا جزيلا لك سيد طاهر هميلة، عضو المجلس الوطني التأسيسي، كنت معي عبر الهاتف من تونس. أستاذ سامي إبراهيم أعود إليك، من آخر كلمات اللي اختم بها طاهر هميلة الحديث عن وجوب احترام التاريخ التونسي، خلينا نرجع معاك لعهد بورقيبة، فترة بورقيبة، هل كان هناك فعلا احترام للتاريخ النضالي لكل المناضلين التونسيين في تلك الفترة؟ سمحت لي وأحب أن أتفاعل مع ما سمعته من كلام السيد النائب المؤسس المحترم سيد طاهر هميلة. هو قال أنه المثقفين في تونس، قال المثقفين عندنا في تونس يعني يقرؤون التاريخ بشكل، هذا ما فهمته، يعني يغمط دور الزعيم بورقيبة حقه، وهذا غير صحيح. اليوم في تونس كل العائلات الفكرية والسياسية وكل النخب الثقافية حتى ضحايا بورقيبة يشيدون بدوره ويعتبرونه زعيما وطنيا. نعم. لكن الإشكال هو في أنه استحضار شخص بورقيبة لا يجب أن يكون على حساب رفاقه في النضال. واضح. يعني كان هناك حرص في الفترة البورقيبية، إما بإرادة يعني ذاتية مباشرة من يعني الزعيم بورقيبة أو ممن يحيطون به حوله من المتملقين. نعم. لإخفاء السيرة النضالية الكبيرة لرفاقه في النضال. نعم. لشركائه في التحرير الوطني وفي بناء دولة الاستقلال. ويبدو أنه بعد الثورة، بعد أن رفع الحجر على المثقفين والمؤرخين والمشتغلين بالتاريخ الوطني لتونس، نعم، بدأوا يعني يظهرون تلك الشخصيات التي كانت مغمورة ولم تذكر أو ذكرت
بشكل يعني مختصر يسيء لسيرتها الوطنية. نحن لا نريد يعني أن نغمط حق يعني نغمط بورقيبة حقه في النضال الوطني، لكن يجب أن نخرج من ثقافة القدح ومن ثقافة المدح، كلا الثقافتين لا تمت إلى الموضوعية التاريخية. طيب سيد يعني سامي بصلاها. أستاذ سامي، الآن هناك أصوات تكتب وتتحدث تنادي بإعادة كتابة التاريخ وإنصاف من لم يقع إنصافه، سواء في عهد بورقيبة أو في عهد بن علي أو ربما حتى في عهد الترويكا كما ربما أشار طه رميلة قبل قليل. هل أنت مع هذا الفكر؟ وكيف يمكن، ما هي مساهمات المثقفين في إعادة كتابة التاريخ الحقيقي للحركة الوطنية في تونس؟ يعني هذه الفكرة أصبحت يعني مطلب شعبي أكثر من حاجة يعني أكاديمية معرفية. رئيس الدولة استجاب، يعني أراد أن يعبر عن ضمير التونسيين، وبمناسبة عيد الاستقلال أعلن عن ذلك، أعلن يعني بشكل رسمي رمزي باسم الدولة التونسية، باسم يعني مؤسسة الرئاسة، عن إنصاف يعني شخصيات اعتبرت في فترة ما رمز للفتنة ويعني غمط حقها أو طردت من الذاكرة الوطنية. صالح بن يوسف مثلا، صالح بن يوسف وغيره، طاهر بن عمار، يعني هناك أشخاص ذكرهم رئيس الدولة بالاسم كإعلان عن يعني حقهم في الاعتراف، ويفترض أن يلحق هذا الاعتراف الرسمي باسم الدولة التونسية، باسم أعلى يعني شخصية في يعني الدولة التونسية في السلطة التنفيذية، يفترض أن يستتبع ذلك بيعني أن ينخرط المبحث التاريخي، أن تنخرط الجامعة التونسية. وفي الواقع هناك مجهود في هذا الاتجاه حتى قبل الثورة، يعني هناك شهادات يعني وثقتها مؤسسة الدكتور التميمي، هناك شهادات وثقت عن دور الكثير من رموز الحركة الوطنية الذين قضوا نحبهم، ويعني وقعت تغطية على يعني سيرتهم وعلى ذاكرتهم الوطنية بسبب تضخيم صورة المجاهد الأكبر ويعني الزعيم حبيب بورقيبة. أستاذ سامي، حتى أختم معك الآن، طيب ما الذي على وسائل الإعلام؟ أنت عارف من يصنع الرأي في النهاية هم وسائل الإعلام، التلفزة والراديو في تونس، اللي ما زالت إلى حد الآن فيه خطوات، يبدو على الأقل الوطنية فيه شوية خطوات نحو إعادة التذكير بهذه الشخصيات في مثل هذه المناسبات، لكن ما زال العمل يتطلب جهدا كبيرا. لماذا إلى حد الآن ليس هناك تركيز على إعادة الذاكرة للتوانسة؟ يعني هناك سبر آراء وقع منذ فترة في الشارع التونسي، ربما السنة الماضية في ذكرى الشهداء، شباب توانسة طلبة في الجامعة وبعض منهم في المعاهد لا يعرفون عن هذه الذكرى شيئا. البعض منهم قال هي ذكرى شهداء الغارة الإسرائيلية على حمام الشط. يعني ليس هناك لديهم أي معنى لهذا 9 أبريل 1938 ولا يعرفون شيئا. لماذا وسائل الإعلام لا تقوم بدورها الآن في جو الحرية المتاح والمتوفر اليوم في تونس؟ يعني هو جزء من الإعلام، حتى لا نعمم، جزء من الإعلام هو ذاته يمثل أجندة سياسية، واليوم استحضار التاريخ الوطني هو في سياق التوظيف السياسي، تستعاد رمزية بورقيبة لا لنقد تلك المرحلة وأن يقال ما لبورقيبة من نضال وطني ناصع، ويعني ما في أدائه السياسي كذلك من إخفاقات ومن خلل، يعني لكن يستعاد التاريخ استعادة سياسية حزبية، رصيد انتخابي، رصيد رمزي، رأس مال رمزي لتوظيفه سياسيا وتشييره انتخابيا. هذا لا يساعد على إعادة قراءة التاريخ بعيدا يعني عن الشيطنة وعن التأليه. يعني رموزنا الوطنية ليسوا يعني أنصاف آلهة، وليسوا أنبياء، وليسوا ملائكة، وكذلك ليسوا شياطين. يعني نريد أن نستحضر يعني ذاكرتنا الوطنية كما تستعيد يعني الأمم العالم الحر ذاكرتها وتاريخها دون مركبات، دون عقد، بشكل موضوعي وكذلك دون إسقاط.
نعم. ليس مطلوب طيب. منا أن نعيد قراءة تلك المرحلة بمعايير اليوم، بيعني الضمير اليوم، بيعني بوعي اليوم. نعم. بوعي اليوم. نعم. هذا يعتبر إسقاط. واضح جدا. أن نقرأ الأحداث التاريخية في سياقها ذاك الذي حدثت فيه الأحداث. هذا واضح جدا. يعني موجود يقوم به مؤرخون. واضح. حتى واضح. قبل الثورة. هناك يعني رسائل جامعية، ماجستير، دكتوراه. وثقت بشكل يعني هادئ ورفين بعيد. واضح جدا دكتور. شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ سامي إبراهيم الكاتب والباحث في الفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة. مشاهدينا الكرام، الآن ينتهي الجزء الأول، سنمر إلى الجزء الثاني، لكن قبل ذلك التذكير بإمكانية التواصل معنا عبر الهاتف الذي سيظهر في أسفل الشاشة للحديث والتعليق وإبداء آرائكم حول الموضوع الأول متعلق بذكرى الشهداء، والموضوع الثاني الذي سنطرحه والذي طرحناه من قبل، وهو ما كشفته وثائق بنما من فساد أدى إلى الحديث مرة أخرى على مسألة التهرب الضريبي والمليارات التي تخسرها الخزينة التونسية نتيجة هذا التهرب الضريبي. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. أعادت فضيحة بنما بيبرز التي أثبتت تورط شخصيات تونسية في جرائم مالية كتبييض الأموال والتهرب الضريبي والتمويل الأجنبي لأحزاب وشخصيات سياسية، أعادت إلى السطح جرائم التهرب الضريبي وما ينجر عنه من تدمير للاقتصاد الوطني. آخر الشخصيات المشتبه في تورطها هو المرشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي. التقرير التالي فيه المزيد. بعد الكشف عن الاسم التونسي الثاني في قائمة وثائق بنما، المرشح الرئاسي السابق سمير العبدلي والذي تبين بحسب موقع انكفادة أنه يملك 3 شركات أوفشور بعضها بالاشتراك مع ابن الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد المتورط في قضية اختلاسات بملايين الدولارات، سمير العبدلي أصدر بيانا في الموضوع نفى فيه تورطه في أي تهرب ضريبي، وأن اسمه الوارد في هذه الشركات باعتباره محام يمثل شركات عالمية عابرة للحدود. يبدو أن كرة الثلج التي تسببت فيها وثائق بنما بصدد التدحرج لتضم أسماء جديدة في كل مرة، وأن هذه الأسماء التي تظهر تباعا تخفي وراءها غابة كبيرة من الفساد المالي والإداري المستشر في تونس، قوامه التهرب الضريبي وتهريب الأموال الذي يكلف الدولة التونسية المليارات سنويا، وهو قادر لوحده على سد عجز المدفوعات الذي يرهق ميزانية الدولة. لوب الفساد والتهرب في تونس من القوة والتمكن والتأثير في وسائل الإعلام حول هذه التسريبات إلى لا حدث، وجعلها غائبة لا تحدث من الضجة والصراخ ما أحدثته كشوفات أخرى تافهة ومفتعلة من قبيل فاتورات السمك في القصر الجمهوري أيام حكم الرئيس المرزوقي. يقول الحوت عليك سيد الرئيس. شنو تقول لنا؟ أنا أقول لهم اللي مهما كذبوا ومهما تطاولوا ومهما اخترعوا من إشاعات فالشعب يعرف الحقيقة. وإذا كان ثم شخص حافظ على المال العام وأعطى المال الخاص للمال العام هو أنا. والناس هذوما اللي يقولوا هالكلام هم اللي يعني قادوا تونس للإفلاس بالفساد المعروف وقتها ما كانوش يتكلموا على المليارات التي. برغم تصريحات لرؤساء أحزاب أعضاء في الائتلاف الحاكم قالت فيه إن ما كشفته أوراق بنما سيغير المشهد التونسي بالكامل، يبقى هذا المشهد محكوما باستراتيجيات تغطي على الفساد والمتورطين فيه، وتكتفي بالنفخ في خلافات وهمية وحسابات إيديولوجية تبعد عن دائرة الاهتمام المشاكل الحقيقية التي تعاني منها تونس. أبواب أخرى أعطيك تمشي لمسجد باريس مثلا. نعم ما أعطيتك مثال. ما هو مش مسجد باريس. لا أنا قاعد نستنى فيك مش تقول لي أنا كل شهر اللي جاوبتك. يا أستاذ أنا كل شهر موجود في أوروبا، ما منعوني في تونس باش نصلي جمعة. أنا نصلي جمعة كل 15 يوم نصلي جمعة لبرا. الجمعة اللي تعدت لها اللي قبلها صليت في بروكسل إماما بالناس.
الجمعة الجاية ماشي النيس باش نصلي بالناس صحالي، وقاعد نقوم بهالمهمة الدينية اللي منعني القانون التونسي والوضع السياسي التونسي باش نقوم بها. أنا متمسك بصفتي السياسية، قالوا لي في تونس ما تعمل صفة دينية. إذا كان شايب كيفي أنا يمشي يتحرك باش يخدم القضايا هذه، يولي إخوانجي ويولي بترو دولار ويولي باع روحه، وين بعت روحي؟ هذا ما تقالش عنه، اتقال في الكلام اللي كان يتقال هوني. هذا ما تقالش لا هوني تقال. لا لا ما تقالش عنه، ما تقالش وما يتقالش لا عفوا تحب هذاك تقال على الناس اللي قالته، خاطر هي عدت كل يا سي الياس. يا سي الياس انا مستعد باش نتحمل مسؤوليتي حال شعبي، لكن نحبكم تعاملونا معاملة يقتضيها القانون. الفساد في تونس في طريقه الى تدمير الحياة الديمقراطية والحريات الإعلامية بعد ان دمر الاقتصاد الوطني. إذن مشاهدينا الكرام، أذكر مرة أخرى بإمكانية التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر تباعا للحديث حول الموضوع الذي مضى حول الشهداء وتاريخ الشهداء، أو حول مسألة التهرب الضريبي ووثائق بنما التي تكشف من يوم إلى آخر عن أسماء شخصيات تونسية مشتبه في تورطها في هذه القضية. للتعليق إذن على هذا الموضوع ينضم إلي من تونس الأستاذ الصادق جبنون الخبير الاقتصادي. أستاذ صادق مرحبا بك. بعد محسن مرزوق الآن هذا المرشح السابق للانتخابات سمير العبدلي، والقائمة ما زالت طويلة. المهم أن هناك مشكل ظهر مع ظهور أو عاد للسطح من جديد مع ظهور وثائق بنما يتعلق بالتهرب الضريبي. هناك خبراء، أنت خبير اقتصادي ربما أن تؤكد أو ترفض هذا هذه الأرقام، يتحدث بعض الخبراء عن أن أكثر من 20 مليار سنويا هي خسائر الدولة التونسية بسبب التهرب الضريبي، أموال ضائعة قد تمكن الدولة من تسديد ديونها كما تكتب جريدة الضمير اليوم. ما تعليقك؟ شكرا أستاذ صادق. نعم هل نعم هذه الوثائق التي صدرت تحت مسمى بنما بيبرز هذه أحدثت رجة في العالم السياسي سواء نعم. في الخارج أو في تونس، وأدت في أوروبا إلى استقالة رئيس الوزراء في إيسلندا، والآن هنالك أزمة مفتوحة في بريطانيا. لكن بالنسبة إلى تونس بالذات هنالك ظاهرة التهرب الضريبي حتى من قبل خروج هذه الوثائق. يعني معلوم في دراسة مؤخرا نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني يقدر التهرب الضريبي في تونس بين 5 و7 مليار دينار، أي ما يقارب 2.5 مليار يورو، وهو المبلغ الذي سوف تقترضه تونس الآن من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى القطاع الموازي الذي يمثل 54% من الاقتصاد التونسي الآن. وقد قدرت عديد المعاهد الاقتصادية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية أن المبالغ التي وقع تهريبها تحت حكم النظام السابق ناهزت 30 مليار دولار، أي يعني ميزانية عام أو أكثر، وهو ما كان يمكن من تغيير وجه يعني البلاد ومن مقاومة الفقر والبطالة التي الآن يعني يعاني منها ويرزخ تحتها العاطلون عن العمل المعتصمون الآن أمام الوزارات وفي عديد الأماكن. يعني هنالك إشكال في أخلاقيات السياسة إضافة إلى هذا المال الذي ظهر مؤخرا يعني في هذه الوثائق بعض أسماء السياسيين، وتأكيد ذلك ونفيه الآن من مهام يعني القضاء، ولكن العملية في حد ذاتها إن صحت هي يعني تخالف القوانين التونسية، خاصة مجال التصرف، والأهم من مجال التصرف القانون الذي يجرم تبييض الأموال، قانون سنة 2014 والذي يجرم حتى محاولة تبييض الأموال والاتصال بمثل طيب سيد صادق المؤسسات التي تقوم بهذه العمليات. أستاذ صادق، هذا التهرب وهذا التهريب وهذا المال وهذه الكتلة المالية الهامة لوثت الحياة السياسية وبدأ تأثيرها قويا في الانتخابات الأخيرة، انتخابات سنة 2014. يعني المال السياسي قام بدور هام في تحديد المشهد السياسي الحالي، لذلك يجب التوقي من هذه الظاهرة ويجب واضح سيد صادق جبنون. هو حتى دائرة المحاسبات في تقريرها الأخير بمناسبة الانتخابات بتاع 2014 ذكرت أن هناك من المرشحين للرئاسيات يعني وصلته أموال من خارج تونس، لكن الملف أغلق إلى حد الآن، كما أغلق ملف آخر قبل وثائق بنما وهو مشكلة تسويس ليك
ليكس المعروفة، هذه بنك السويسري التي أثبتت أن هناك قائمة تضم 256 حريفا من بينهم من بين هذه شركات تونسية تتمتع ب 679 حسابا، قيمة هذه الحسابات 554 مليار دولار، قيمة حسابات الشركات التونسية التي كشفت عنها وثيقة سويس ليكس، لكن فتح تحقيق في تونس أو قيل أنه فتح تحقيق ولم نسمع أي شيء. الآن يقال أن هناك تحقيقا سيفتح على بنما بيبرز، ولكن لا ندري المصير. في تعليق على ما يحصل الآن وما يشجع الآن بعض الساسة على الاستمرار في تهريب الأموال خارج تونس حتى لا تدفع الضرائب، هناك من يجعل كذلك السلطة التشريعية اللي هي المجلس نواب الشعب يجعله متورطا في هذه الجرائم، لأنه لم يسغ قوانين زجرية، بل إنه ربما البعض يقول عمل على إسقاط بعض الفصول من الميزانية الأخيرة متاع 2015 التي تسهل يعني التهرب الضريبي. هل الأمر بهذا الشكل بهذا الوصف باعتبارك خبير في المجال؟ نعم سيدي، اسمح لي أن أصحح بعض الأرقام. الرقم هو 545 مليون دولار وليس مليار دولار. لو كان 545 مليار دولار لأصبحت تونس الآن يعني لأصبحت تونس الآن يعني أغنى يعني من اليابان. الإشكال هو ليس في غياب القوانين، القوانين الزجرية موجودة، قانون تدبير الأموال موجود، القوانين التي تقاوم التهرب الضريبي موجودة وفصولها واضحة والعقوبات حقيقية ومؤلمة، لكن الإشكال هو في التطبيق والتنفيذ. لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون ما لم يطبق القانون فيها على المحكوم قبل الحاكم. في إيزلندا لما تفطن الناس إلى أن رئيس الحكومة لديه يعني حسابات في شركة أوفشور، ليس لمجرد أن شركة أوفشور، الكل يمكن أن تكون شركة أوفشور إذا ما سمح القانون بذلك، لكن لما تفطنوا إليه وأنه يسير البلاد طلبوا منه فورا الاستقالة وأن يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية لأنه أخفى شيء. الإشكال هو في الإخفاء. نحن عندنا الإشكال سيد الفاضل هو عدم فاعلية القضاء، يعني لابد أن يفعل القضاء، يعني أن تكون الأحكام يعني يقع البت فيها في أجال معقولة وسريعة. هنالك أكثر من 9000 قضية فساد، هنالك أكثر من 9000 قضية فساد عالقة في القطب القضائي المالي. الذي يفتقر إلى الإمكانيات، يفتقر إلى القضاة، يفتقر إلى التجهيزات، واضح جدا، إلى التمويلات. هنالك أيضا هيئة وطنية لمكافحة الفساد والرشوة، وسوف تأتي بعدها هيئة قارة في الدستور. هذه الهيئات لديها سلطات استشارية وليست لها سلطات تقريرية، ليست على غرار SEC في الولايات المتحدة الأمريكية أو FSA في بريطانيا. لا بد من أن تفعل هذه الهيئات، واضح جدا، عقوبات حقيقية. شكرا، عقوبات تعلن. واضح، شكرا جزيلا لك الدكتور صادق جبنون الخبير الاقتصادي، كنت معي من تونس. ورحب الآن بانضمام المدون أسامة بن عرفة معي عبر خدمة سكايب من باريس. أستاذ أسامة مرحبا بك. طيب، ما تعليقك بداية على هالوثائق، هذه وثائق بنما وما كشفت عنه بدات محسن مرزوق الآن سمير العبدلي والقائمة ما زالت يعني؟ اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه وتحيه لضيوفكم الكرام وللساده المشاهدين. مرحبا بك. قبل كل شيء يجب التذكير ان هذا التسريب وهذه الفضيحه وهذا العمل الصحفي الضخم شارك فيه حوالي 80 صحفي، يعني ليس واحد او خمسه او عشر صحفيين، 380 صحفي. هنا نتحدث عن عدد كبير من الصحفيين، يعمل عدد كبير ارقى واشهر المؤسسات الاعلاميه في العالم، يعني حوالي 100 مؤسسة عالمية موزعة على أكثر من 70 أو 75. نعم. في حال الأحوال أدتيك في صحة وفي دقة ومصداقية هذه الفضيحة وهذه الوثائق وهذه المعلومات. هذا الناس الذين يحاولون يعني تغيير وجهة الفضيحة والقضية ويقولون أن هناك هنا يجب يعني يجب أن نقول أن ما يعنينا وما يهمنا المعلومات، نحن نبحث وننشط منذ سنوات للوصول إلى الحقيقة.
لا تعنينا من يقف وراء هذا التسريب أو من موله أو هذه الأمور لا تعنينا، ما يهمنا هي الحقيقة وهي الأسماء التونسية. يعني أنت يا أسامة، هل تصدق طبعا ما ورد في هذه الوثائق من أرقام وشخصيات كذلك؟ طبعا لا يمكن لأحد بأي وجه من الأوجه، يعني لا يمكن أصلا التشكيك، هذا مثل ما قلت في البداية، وعمل صحفي يعني عالم وليس مجرد يعني أمر بسيط. طيب أسامة، يعني هل لديك أنت مدون طبعا وتشتغل في مجال التحقيق كذلك الصحفي، هل لديك ما يؤكد ربما أنه هناك حتى أسماء أخرى ربما ستظهر قريبا من خلال وثائق ربما لديك متوفرة لديك؟ يعني أخي، ولكن يعني الصحفيين الذين قاموا بهذا العمل، ومثل ما يعني ذكر هناك بين حوالي بين 20 و 40 شخصية تونسية، هذا العدد مقيمين في الخارج، لهذا نقول بين 20 و 40. طبعا الفضيحة مستمرة والأسامي مستمرة. طيب، ومثل ما قلت أسامة، صوت متقطع، يبدو أنه في إشكال في الترتيب، خلي الإخوة التقنيين يرتبوا الأمر معك. وأشرع الآن مشاهدي الكرام في تلقي بعض الاتصالات لحين يترتب الخط مع أسامة بن عرفة. معي نجاة من تونس. نجاة مرحبا. نجاة، حتى أنا توحشتكم بالشعوتكم ولا شيء. نجاة مرحبا بك، أنت على الهواء مباشرة، سمعنا كل شيء. نجاة، ألو، نسمع فيك، أنت على الهواء يا نجاة. أهلا وسهلا في سمير. مرحبا بك. في سمير، شو أقول لك، الفضيحة قال كنت فين قدرت وحشتك. لذيذ صح، لذيذ. وانا قلت يبدو أنه في مشكل في التواصل مع سواء المشاهدين ولا حتى الضيوف. نجاة يبدو أنها لا تسمعنا جيدا. المهم في الأثناء لحين ترتيب الأمر تذكير سريع بالموضوع. أسامة عاد. طيب أسامة، هل تسمعني الآن جيدا؟ أسمعك جيدا، تفضل. قبل قليل كان فيها تقطع في صوتك، قلت لك السؤال كان حول هل أنت كشغال في هذا المجال التحقيق والتدوين، هل لديك ما يدل على تورط أو شبهة لتورط تونسيين آخرين ربما ستكشف أسماؤهم قريبا؟ أخي، مثل ما قلت، الوثائق والأدلة موجودة عند الصحفيين الذين مثل ما قلت في البداية عددهم 380 صحفي، يعني من أكثر من 70 دولة في العالم، وستكشف حوالي مثل ما ذكر حوالي 20 و 40 شخصية تونسية. هناك فارق في العدد لأن هناك تونسيين فقط من أصل تونسي ومقيمين في الخارج. هذا لماذا نقول يعني بين 20 و 40 شخصية، ومثل ما قلنا في البداية ليس لدينا مجرد شك ولا يمكن التشكيك في عمل صحفي شارك في هذا العدد من من الصحفيين والمؤسسات الصحفية المعروفة عالميا وذات السمعة يعني. وبالتالي في الأيام القادمة ستكشف إن شاء الله المزيد، ولكن ما كشف إلى حد اليوم هو في حد ذاته خطير وهام للغاية. نعم. طيب أسامة، خليك معي، سأعود إليك، أعود لتلقي الاتصالات. حسن رضواني معي. حسن، السلام السمير. الله يسلمك سيدي، مرحبا. كنت نسمع في الموضوع الأول نتاع الحصة سي طاهر همينة يقول لي الترويكا عطلت، معناها بن علي عطل ما قام به بورقيبه، والترويكا زاد عطلت، مقارنه معناها حكم بن علي بحكم ما بعد الثوره، معناها ما يستحقش التعليق. نعم، لا مقارنه. ونحب نقول بالمناسبه، ويدفع ياسر لبورقيبه، بورقيبه هو جزء من تاريخ تونسي، وبورقيبه هو صحيح في رصيده التعليم وحقوق المراه والصحه، لكن في رصيده ديكتاتوريه مقيته، معناها عشرات الالاف من المساجين السياسيين. بورقيبه معناها اثر الاسلاميين واليساريين والقوميين، ربما بن علي ما اثرش في معناها كان الاسلاميين ربما يكون اخف منه، وبن علي ملك الا تلميذه هو، والشعب التونسي وقت ثار على بن علي معناها ثار على بورقيبه، والذوب على اللي عملوا فيها هذوما
أتباع بورقيبة لأسباب سياسية بحتة، يحبوا يستقبلوا القاعدة التجمعية، لكن نسووا للقاعدة التجمعية معنا تلاشت هي وانقسمت، وما نتصورش كانت تفيدهم برشا، وهم يعرفوا البحر. بورقيبة هو زعيم تونس لا شك، لكن عنده له ما له وعليه ما عليه. شكرا لك يا حسن، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أبو رجاء من تونس. أبو رجاء مرحبا، تفضل أنت على الهواء. أيوة سيدي، الله يبارك فيك على البرنامج ويعطيك الصحة. تبقينا المغاربية معناها شبه الواحد البشي قطعها على الخزعبلات اللي قاعدة تصير فيها، معناها من أيتام بورقيبة وأيتام بن علي، معناها قاعدين يعيشوا بعقلية عام 30 وعام 40، والشعب التونسي توا في عام 2016. فهمتني؟ نعم. معناها التخلف الفكري نتاعهم يحسبوه، معناها هلك الشعب التونسي من هلك شعوب العالم، معناها هالخزعبلات هذه يمشوا في تاريخ بورقيبة، وبورقيبة معناها ولوا يتبركوا به. بورقيبة صحيح جاب ما خدم تونس، لكن ما هوش وحده، ثم مناضلين مسحهم، ثم كما بن علي كيف كيف، لكن التاريخ لا يرجع الى الوراء. واضح. ربي يعينك. شكرا ابو رجاء، بارك الله فيك. اعود الاستاذ اسامه بن عرفه. أسامة، فيما يتعلق بمشكلة محسن مرزوق، طبعا الرجل رفض أي اتهام وجه له ورفع قضية على وليد الماجري. طبعا بالمناسبة وليد الماجري ربما أنت استبعد كما تابع كثير من التونسيين، تعرض إلى كثير من التهديد بالقتل كما ذكر هو موقعه، تعرض كذلك إلى أكثر من 600 ألف محاولة اختراق كما قال هو. فواضح أن هناك استهدافا لكل من يريد أن يكشف عن الحقيقة. طبعا خلينا نأخذ من معنا محسن من صفاقس، ثم أعود للأستاذ أسامة. محسن ألو، تفضل يا محسن، تفضل. ألو، نسمع فيك يا محسن، اسمعني من التليفون ونقص التلفزة لو سمحت. محسن اسمعني من التليفون لو سمحت. نعم، نسمعني. اسمعني من الهاتف. غابري من صفاق، ابعد على التلفزة، ابعد لو سمحت. غابري من صفاق. ألو، يلا أنت على الهواء. أنا باش نتدخل معك باختصار. ألو، تفضل أنت على الهواء يا محسن، الله يبارك فيك، بسرعة. أنا باش نتكلم معك باختصار. احنا بلادنا قاعدة تنحدر نحو الهاوية، فهمت؟ وباش نتكلم زادة بصراحة وبشجاعة، إذا كان ما تحركتش المؤسسة العسكرية، فهمتني، معناها الإنقاذ، فهمتني، ما تمقت من هذا البلاد، معناها على الدنيا السلام. هذا هو، هذا ما نجم نقول. بارك الله فيك، شكرا لك. سامحني يا أسامة مرة أخرى لأنه الاتصالات تأتي على حسابهم، فبالتالي ما نحبوش نخلوهم يستنوا كثير. نرجع لك يعني فيما يتعلق بمحسن مرزوق، هناك كلام كثير قيل، ولكن إلى حد الآن ليس هناك شيء طبعا يذكر ويدلل عليه. هل أنت تصدق فعلا الرجل له هذه الإمكانية المادية، وأنه يحاول فعلا أو حاول تأسيس شركة خارج تونس؟ يا أخي، إن لم تكن لديه إمكانية مادية فكيف سيطلق حزب، وكيف سيقوم باجتماعات في النزل وحافلات؟ إيه، لكن الإمكانيات المادية منين يا أسامة؟ الرجل، الإمكانيات المادية سبق وأن ذكرت منذ أيام وأؤكد على ذلك أن هذه الإمكانيات هي نفسها التي تلقاها حزب إذا تونس فترة الانتخابات، ووصلت في نفس الوقت الذي وصلت فيه السيارات المصفحة، والجميع يعلم المصدر، الدولة الخليجية الغنية، ولا أحد يعتقد أن هناك دولة ستدعم حزب في الانتخابات فقط بسيارات دون دعم مادي. فالحزب، الأحزاب الكبيرة في الانتخابات تحتاج إلى أموال ضخمة لتمويل حملاتها الانتخابية، حتى بدون معلومات الأمر واضح. تلقى حزب نداء تونس سيارات مصفحة وبضعة الملايين من الدولارات كتمويل الحملة الانتخابية، في نفس الوقت كان تمويل كذلك من رجال أعمال، فاستعملت مبالغ في الحملة، وبعد الحملة تبين أن تقريبا نصف المبلغ الذي وصل مع السيارات المصفحة وهو حوالي 11 مليون
دينار يعني بالدارجه التونسيه 11 مليار. نعم. بقيت طلب الحزب من محسن مرزوق ارفاع هذا المبلغ، فرفض معتبرا انه هو الذي تدخل عند هذه الدوله وهو الذي جلب هذه الاموال وبالتالي تعود اليه، وكانت هذه نقطه بدايه الازمه بين محسن وبين نداء تونس، واستعمل طيب. هذه الاموال لتمويل حزبه الجديد وهو يستعملها الى حد اليوم. وابسط دليل على ذلك هو انه حاول تبييض الاموال وتهريبها في فتره الانتخابات، واتصل بمكتب المحاماه في بنما في فتره الانتخابات. طيب هل هناك اسماء جديده منتظر الكشف عنها اسامه؟ اكيد، مثل ما قلت المعلومات المتوفره الان تقول ان هناك ما بين 20 و 40 تونسي، ما بينهم تونسيين مقيمين في الوطن وتونسيين مقيمين في الخارج. واريد ان اعلق على شيء، المشكل الحقيقي اليوم في تونس هو غياب المحاسبه، لا توجد محاسبه، تونس ليست دوله قانون. واضح. هناك عدد من المحامين والقضاة، اذكر والتذكير مهم، عدد واضح. من المحامين والقضاة وجدت اسماءهم بقصر الرئاسه طيب. ولم يحاسبوا. هناك طيب. اكثر من 6000، دعني واصل دقيقه من فضلك، هناك 6000 او اكثر من 6000 ملف لازم تقصي الحقائق، وقع يعني لم تفتح الى حد اليوم، القانون لا يطبق في تونس، هناك حصانه، الفاسدين اليوم في تونس والمجرمين ومهربي الاموال يتمتعون بالحصانه، وهذا ما يجعلهم ما يجعل البلاد يعني عادت الى الوراء 50 سنه الى الوراء تونس. شكرا جزيلا لك أسامة بن عرفة، سنبقى بالتواصل معك لاعتبار بعض الأشياء التي ستصدر في القريب. شكرا لك للمدون والناشط السياسي أسامة بن عرفة، كنت معي من باريس. أعود تلقي الاتصالات. لطفي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة المشهد التونسي فريد من نوعه الحقيقة، لأنه يتشكل من يسار متشدد، بينما هناك بقايا دولة عميقة موجودة إلى الآن لم تجهز عليها الثورة، وبينما هناك الإسلام السياسي المتمثل بحركة النهضة. لكن علينا الأخذ باعتبار أن الرئيس بن علي كان له علاقات ببريطانيا يعني لا توصف أبدا، وهي فوق الممتازة، والتسريبات طالما هي تسريبات وليست كاملة فإذا لها أغراض سياسية. الله يعافيك. شكرا. شكرا لك يا خيلوت. شكرا لك، هذا رأيك. إبراهيم الجزائر. إبراهيم، السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام، مرحبا، حياك الله. الله يحييك، تفضل يا أخي. نشارككم في الموضوع لكن ببعض الأبيات باختصار يا إبراهيم. نقول لها مبواني نبكي عليك، وانتي يا حية عذبتي روحك الزينة في هذه الدنيا، خطيتي طريق إبراهيم وتبعتي السية، تغربيك مراد بزواجها ربك سمية، يدك نخدم في الحماية المدنية ونكسب كل شيء ليا يا أختي، لا راهم قاطين ركينية وليلة عنسك بكيت واستثرافية وندمت اللي جيت لي عرفتيني. شكرا لك يا إبراهيم، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. محمد بن عروس الان تونس. بن عروس، تفضل يا سي محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه للعيد الشهداء، فهمتني؟ كما قبل نحن يذكروا كان زعيم وزعيم بورقيبه وكاو، فهمتني؟ وكاو فهمني، وهذايا بالنسبه لبورقيبه انسان يحب انسان نرجسيه، فهمتني؟ يحكي كان عليه هو، واش خلاه؟ خليه معناتها وصل باش عمل سنب وتوا جماعه بورقيبه، فهمتني؟ بعد ما كانوا مع جماعه مع زين، فهمتني؟ مع زين العابدين اللي هو امتداد لسياسه بورقيبه، يحبوا توا رجعونا سنب، فهمتني؟ توا نحن نحكيو على التنميه ولا مقاومه الفقر، والا نحكيو على ترجيع سنب وبالنسبه ل هو بورقيبه في الحركه الوطنيه يحكي كان نحن في القرايه نقراو نحكيو كان عليه هو، اما على بن يوسف ولا عبد العزيز الثعالبي ولا واحد، كلهم فسخوهم، فهمني؟ يلزم اعاده كتابه التاريخ وتصحيح، فهمني؟ واضح. وبالنسبه لبورقيبه، بورقيبه اول ما طلع اول حاجه عملها هو سكر جامع الزيتون، ما فهمتش عليه، وبرشا مؤرخين يقولوا بورقيبه انسان ماسوني. واضح يا محمد، فهمتني؟ السلام عليكم. واضح يا محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. حتى نفسح المجال لاكثر عدد. وحيده من تونس الان. وحيدة. نعم. تفضلي يا أختي، أنت على الهواء مباشرة.
يا خويا راني باش نحكي لك توا، هو ما يقولوا بورقيبة ما ظلمش بورقيبة، مع هو تاع كردو راه عمل به قرا ومعناه وصلنا وحرر المرأة، أما تبقينا شو اسمه الشهداء اللي ماتوا في 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 الثورة متاع فرنسا واللي عادمهم هو متاع البيات ما يجدوش عليهم جملة، ولو ديارنا مفكوكة، أنا واحدة من الناس نسكن في دار يحبوا يخرجوني منها وهي فيها تيتر باسم حموية وباسم عاجلي. أخي الناس الكل المصالحة الوطنية اللي يحكوا عليها يصالحوا رجال الأعمال والكادروات والناس القلال المضمرة ما 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 يصالحوهمش عليه. عليهم احنا ما خلقناش ربي مناش توانسة عمرهم احنا جماعة البيات ولا يجبتوا علينا الجملة. هو دائما هكا يا وحيدة، مع كل أسف الفقير دائما هو اللي يمشي في العفس كما نقول تحت رجلين. شكرا لك يا وحيدة. نجاة من تونس الآن. ألو. مرحبا نجاة. اهلا وسهلا في سمير. وبيك اكثر، مرحبا. يا سي سمير شنو نقول لك، الفضيحه قالت كان شفت ما قدرت وحشتك لذيذ صح لذيذ، وانا قلت نحاول راني نتصل انا اغلب الاوقات ما يعملوش المواطنين هاك علاش. نجاة ما ناش نسمعوا فيك جيدا، فيه مشكل في التواصل معك مش عارف. طيب يبدو انه فيه مشكل في التواصل مع نجاة. شكرا جزيلا لنجاة ولكل الذين حاولوا التواصل معنا. موعدنا مع المشهد التونسي بحول الله يتجدد غدا نفس التوقيت 5:30. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.